ما تمتش دعوتي. انا نعرف نواميس وبروتوكولات الدوله، من نواميس وبروتوكولاتها ما تمشيش وانت ماكش مدعو. مش هذه اول مره ما يدعونيش، يعني حتى في احتفال يوم 20 مارس الدعوه هذا يلزم ترقي سؤال لهم هما زاد كيف يعرفوا نواميس وقواعد وبروتوكولات الدوله. هذه يعني جزئيه يعني شخصيه انت جبتها، ماهوش هذا المهم. في ما يخص الخطاب، احنا قبل كل شيء نذكروا بالثوابت، احنا مع بسط هيبه الدوله، مع نفاذ القانون، بسط القانون، مع حمايه مؤسسات الدوله ودعمها، ومع حمايه كذلك المنشات. اتبقينا زاد كيف يلزمنا نكونوا حريصين لحمايه الحريات، حمايه حريه التعبير، حمايه حريه الاحتجاج، الاحتجاج السلمي، حمايه حريه التظاهر. فيما يخص الجيش، تعرفوا هي مؤسسة أظهرت وأثبتت كونها مؤسسة على الحياة، قامت بدور كبير بعد الثورة في تأمين البلاد، قامت بدور كبير في تأمينها ضد الإرهاب وقفت الإرهاب. وأنا مريض السلطة ونعرف قداش ضحاوا، وحقيقة معهم مؤسسة أمنية كذلك اللي نساها هذم، نحرصوا باش يكونوا في الدور هذاك. عندهم مهمات أخرى، ما تنساوش اللي احنا قادمين على انتخابات وعندهم دور كبير، راهو مساهمه كبيره في تنظيم ونجاح الانتخابات. يلزمنا نحافظوا على المؤسسه هذه، ما ندخلوهاش في التجارب، بالله ما ندخلوهاش في التجارب، ما يلزمهاش تكون موضوع التجارب. عندها زاد صوره طيبه عند الشعب، فرجاء ما ندخلوهاش في التجارب. واضح.